احنا بنشكر سياده النقيب سامي عاشور عن جميع الخدمات اللي بيقدمها نقابه المحامين جنا بصفه خاصه، ونقابه المحامين العامه في القاهره وفرعياتها بصفه عامه. وجدا هو احنا بنشكره جدا جدا على تنقيه الجداول. على فكره يعني النقيب سامي عاشور من افضل الشخصيات اللي مرت على نقابه المحامين، وافضل الخدمات اللي هو قدمها نقابه المحامين بنجاده وجنة والاقصر، ومهتم بالمحامين النقابه بصفه عامه. احنا هنا مبسوطين جدا بتواجد السيد النقيب سامي عاشور وسطنا في نقابه جنة الفرعيه، ومبسوطون بتواصله المستمر على مستوى الجمهوريه مع المحامين في النقابات المختلفه. يعني لا نخفي سرا على الوضع اللي عمله النقيب او اللمسات اللي عملها في الفتره الاخيره للمحامين، من مشروع علاج، من تنقيه جداول، احدثت فارق كبير معانا في النقابه على المستوى العام وعلى المستوى المحامي الخاص. بنرحب بالسيد النقيب سامي حبي عاشور، نقيب محامين مصر ورئيس الاتحاد محامين العرب. معالي النقيب العام الفتره اللي فاتت عمل لقاءات في معظم محافظات مصر بيدعم شباب المحامين بكل ما اوتي من قوه، فنسمن خطوات النقيب العام لدعم شباب المحامين وخصوصا محامين الادارات القانونيه، نسمن خطوات النقيب العام وخصوصا دعم اللامتناهي لمحامين الادارات القانونيه على مستوى جمهورية مصر. أولا طبعا أنا بشكر كل القائمين على هذا المؤتمر الحاشد بإذن الله. طبعا نتمنى التوفيق لكل جميع المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية، مش على مستوى محافظة هنا وبس. طبعا حضرتك أنا أولا طبعا بشكر النقيب سامي عاشور اللي حضرتك هو طبعا عمل تنقية لنقابة المحامين، خلانا إن احنا كلنا يعني رفع هيبة المحامي بعد ما كان الأول هيبة المحامي لا ما فيش ده محامي ده مش عارف، لا رفع شأن المحامي لأعلى مستوى بعد ما طبعا حضرته عمل لنا قرار بأن ممنوع دخول اللي هم الجماعة الخريجين الجامعة المفتوحة والكلام ده. أولا أحب أشكر كل القائمين على هذا المؤتمر، لأن المؤتمر ده بالنسبة لنا يعني حاجة مهمة جدا إن احنا نتواصل مع النقيب ومع المحامين من جميع الأفرع، وبنكون مادة قانونية كبيرة يعني عشان نعرف إيه الجديد من خلال المؤتمر ده.